امرأة عقيم ما تنجب بنتها لما تتزوج، هل بتنجب ولا بتكون عقيم زي امها؟ لا طبعا بتنجب. بتنجب العوض. ها العوض من الله. العوض من الله. نعم الله. نعم الله. هذه هي ما تنجب، شلون تشقي بنتها طيب؟ تقول ان امها ما تنجب لكن هي قلت من اول قلت انها ما تنجب، امها كيف امها لا تنجب؟ امها هي ما عندها شيء، ما عندها حد. من ايه؟ ها؟ من ايه؟ امها. ولا هي نفسها. يعطيك العافية. امرأة عقيم، بس بنتها لما كبرت وتزوجت، بنتها الكبيرة الأولى على 3 بنات وولد، هل ستنجب أم لا؟ أكيد بتنجب. طيب كيف بتنجب إذا كانت الأم عقيم أصلاً؟ من أنجابت البنت؟ عرفني باسمك؟ اسمي محمد مردان. محمد من وين؟ من السودان. السودان الجميلة الرائعة، عرفني عليها أكثر. والله السودان جميل يا، كله شعب طيب وكلهم طيبين يا. ليش يقول السودانيين دمهم خفيف شربات؟ لأنهم حلوين. يا عيني كويسين، لأنهم طيبين. طيب. وإذا هم حلوين وكويسين طيبين إن شاء الله يعرفوا يعني يجاوبوا. إن شاء الله. في عندنا امرأة، هذه المرأة عقيم بس بنتها كبرت وتزوجت. لما تخلف كم أطفال حتخلف؟ البنت ولا الأم؟ البنت. بنتي ما أدري والله، ما أتوقع إنها. كم تتوقع يعني؟ الأم كان معاها إلا هي رغم أنها عقيم، بس البنت لما كبرت وتزوجت كم هتخلف؟ والله ما أظن. واحد؟ ليش واحد؟ لأنه الأم خلفت لوحدة صح؟ أيوة. طيب كيف خلفتها وهي عقيم؟ ما بتخلف. طيب أنا أقول الأم معاها بنت، هي عقيم بس معاها بنت، أنتوا المفروض تقولوا لي ما في معاها بنت. تكون عقيم مثل أمها وراثة. إذا كان عقيم مثل أمها هي من نجات وراثة. طيب إذا كانت عقيم مثل أمها، أمها عقيم ما تخلفش البنت من أنقاس؟ جاءت من أمها. أمها عقيم. ها يعني لا تنقب البنت، لن تنقب. تنقب. أيوة تنقب. فالبنت تنقب. اشتخل الأم في ال زخل الأم بالبنت صح؟ أيوة. هو ما رضي يعتبر. ولا من أين جابت البنت طيب إذا هي ما تنقبش؟ صح. ها البنت ستكون، البنت ستنقب أم ستكون عقيم مثل أمها؟ لا تنجب مثل لا تنجب البنت. ستكون عقيم مثل امها. تنجب اذا كانت امها عقيم. هي فين بتجي؟ منين بتجي؟ الله يبارك. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. عرفني باسمك. فارس مدينة ابناء الحوطه ما افتح. حياك يا اخي فارس. امراه عقيم لا تنجب اطفال، لكن هل بنتها عندما تتزوج ستنجب اطفال؟ هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى. العالم الله سبحانه وتعالى. نجابه ثانيه هذا كلام مشيت الله سبحانه وتعالى. ما مش معك إجابة غيره؟ لا مش جابة أطفال. لأنها عقيم مش جابة أطفال. أي لأنها عقيم مش جابة أطفال. كيف معها طفلة؟ صح. المرأة العقيم لا تنقب أطفال، فأنا لما أجي أسأل أقول لك كيف بنتها بتنقب أطفال وهي عقيم؟ هي عقيمة ما يقعش. حلو. اسمك؟ علي أحمد علي السلامي. من وين يا علي؟ من لحج. من لحج. يعطيك العافية. إيش تشتغل؟ والله صحيح. الله يوفقك ان شاء الله يا رب. طيب انا الان معي لعبه، قد تفوز فيها قد تخسر فيها. ان شاء الله. جاهز؟ جاهز. نلعب ونربح. بنلعب نربح. لما العب لي نلعب ونربح هنا في محافظه لحج ونشوف ايش الجائزه اللي ممكن انه يحصل عليها اليوم. هل يا ترى بيفوز بالسياره ولا بالذهب ولا بالفلوس ولا ما بيفوز باي حاجه؟ هيا نلعب. يلا. هيا نلعب علي محافظه لحج. بكم إلى الميدان ومع عمنا علي اليوم واللعبة الموجودة المخصصة كالمعتاد اللي أنتم بتتابعوها. واليوم جبنا سيرة هذا اللي اسمه حق ميادة، ها هي اللي سمتها سيرة، موجودة معنا في الميدان. هل أنت تتوقع أنك بتربحها يا عم علي؟ لا. قل إن شاء الله. قل إن شاء الله. إن شاء الله. لا مش ان شاء الله، انت ان شاء الله معلقه بين السماء والارض، لكن امين ان شاء الله. امين ان شاء الله. ايوه ما تقول لي لا. واذا ما كانتش من حظك السياره قد يكون من حظك اشياء معينه. هذه الفقره برعايه شركه المربعي، فهد المربعي وعلامتها التجاريه وايضا لولفود. خلينا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا مع بعض. هذه ايش يا عم علي؟ كره. الكره هذه انت بتمشيها بالممرات ومعك 3 صفوف، كل صف يحتوي على مبلغ. كيف ما دخلت الكرة وكسبت المبلغ كان بها، ما عرفتش تختار حد من الموجودين بحيث انه يساعدك
ويلعب معك وتقسم الجائزة نصفين، هو يروح ترجع للمرحلة الثانية لعبة الصناديق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لي مثال أنت من لحق؟ من لحق من قرية المقعبة. حياك، احنا نحب لحق وأهل لحق، إن شاء الله يا رب كلهم يربحوا. وين نحب تعز وأهل تعز. الله يسعدك يا رب. اليمن بلا بل 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 تعز في يمن. الله يحفظك يا رب على العلم والرأس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أشياء الكل بس يعدوا هنا مع بعض، الكل جاهزين نعد مع بعض. واحد، اثنين، ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف عمنا علي، طبعا هي تحتاج الى توازن. راحت الفرصة الاولى. شوف كيف لما تسوق السيارة، انت ايش اشتغل؟ حلو. طيب شوف لما تسوق السيارة كيف توازن السيارة نفسه. هذه الفرصة الثانية انت بتضيعها يا عم علي. ها يلا بسم الله يا رب يا رب عمنا علي يفوز ونشوف حظ اليوم ايش اللي ممكن يربحه معانا. باقي حبة. الفرصة الثالثة والأخيرة، هذه آخر حاجة. حلو حلو، ايوه بالهداوة بالهداوة. اجيب لك اصل هنم تغني لك الهداوة. يس احسنت احسنت. يلا هي تحتاج فقط تركيز، تحتاج تركيز. سايرها زي ما تساير الحياة. يلا يلا يا رب يا رب يا رب. أوب. والله إنها إيش أقول، قمة بالحمام. برافو يا عم علي، خذ نفس كذا اعمل فيها. يلا كمل. واحد اثنين ثلاثة أربعة. أكمل لك أنا؟ أنا أخاف إن أنا أفشلها. بسم الله يا رب. العم علي إذا فاز معنا قد يصل إلى مرحلة الصناديق، قد يفوز بالسيارة. بسم الله. تعالي 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 تعالي. ساعديني. راحن الثلاث الفرص عليك يا عم علي. راحت راحت على عم علي ثلاث الفرص. يبقى معك الآن تختار واحد من الموجودين يلعب اللعبة في مرحلتها الأولى. تختار واحد من الموجودين سواء من هنا أو من هنا. اختار. يلا بس أمي تبشرينا. عارفني باسمك؟ سامي صالح محمد إبراهيم. ما تعرف ولا الله. إذا فزت بتقسم معها الجائزة حق المرحلة الأولى بس. إن شاء الله آمين. ما عليك بالصناديق. إن شاء الله. بسم الله مع أخي سامي. خلينا كل إحنا نقعد مع بعض. واحد اثنين ثلاثة. عاد انا ما عديتش. راحت عليه الثلاث الفرص. كيف يا عم علي؟ كيف الخبر؟ كيف الخبر؟ قل لي انت كيف الخبر؟ الخبر شي سيارة؟ تشتي مليون، تشتي نص مليون، ما شاء الله، تشتي ذهب، ما شاء الله. اختار واحد يربحك المرحلة الأولى. أنا شتي معايا وجودة في لعك سبو الدنيا كلها. الله يسعدك والله. يا رب الله يحفظك. طيب اختار واحد شخص آخر. أنا اختار واحد. واحد قابلني بسيكل. واحد قابلني بسيكل. ضربوه. العسكرية. من؟ اخترته؟ عارفين بس. رامي محمد عبد الحسن. رامي. قايم قدامك. لا تودف مش بعمل. ان شاء الله يلا بسم الله مع رامي ونشوف كيف يا رب هل حيستطيع انه يقوم بعملية التوازن. اسمه رامي ان شاء الله. اسمه رامي وعمل الله يعلم. اسمه رامي يرمي سوا ولا لا نشوف. خلاص يلا بسم الله جاهز. بسم الله. راحت الاولى على رامي. لا تستعجل لا تستعجل. بدل ما يسوي كذا قال سوي كذا. خلاص راحت عليك. كيف كيف
للحين الان صامت ما عرفش ورامي ما عرفش، باقي معك واحد. ايوه اختار واحد بس، تمام اختار واحد يلعب لك كويس. اختار واحد صغير 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 صغير، بختار واحد صغير. لا لا واحد صغير، واحد صغير فنان. ها هذا هذا طلع بس تعال واحد صغير. كيف حالك واسمك؟ عر هنا هنا وقف وقف هنا. خلاص صالح صالح ما توقفش بعمنا علي. كبار ما في. طيب شباب نجهز مع صالح، واحد اثنين ثلاثة، وهذه آخر فرصة معاك يا عم علي، آخر فرصة. بسم الله الرحمن الرحيم مع صالح. صالح تروح عليها الجوائز كامل. والله صاحق عمي علي. هو صالح دلا دلا كمان تلعب دلا دلا دلا. يا رب على حظك من الحين. صالح أنت قلت شي واحد صغير في العمر. أيوه أيوه صغير في العمر الثاني. طيب يلا ها يكون التركيز حقها تمام. يلا بالراحة بالراحة. الفرصة الثانية الفرصة الثانية. أيوه دلا دلا ما حد معك حتى ساعة. أجلس حتى ساعة معك لك حتى ساعة. أيوه دلا 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 دلا. حاولت فيها؟ لا ما حاولت. لا ما لعبتش، ما يخلونيش العب. خلاص راحت الثلاث الفرص عم علي. راحت عليك الثلاث الفرص بثلاث الاشخاص، بالتالي انت خرجت من المسابقه وخسرت. خسرت السياره، خسرت الجوائز، خسرت المرحله الاولى. كيف اعملك الان انا؟ كيف افعلك؟ افعليني على السؤال الاول اللي جاوبته. هو هذاك السؤال الاول اللي انت جاوبته يوصلك للعبة هذه. بس أنا عندي اقتراح الآن، إنه المرحلة الأولى عم علي أنت كنت وصلت لا وين؟ لا هنا ولا لا هنا؟ لا هنا لا هنا لا لا هنا مش لا هنا. يعني أحسن منهم كلهم. أحسن منهم. إيش رأيك نطرح لك الكرة هنا وأنت ترجع تكمل مرة ثانية؟ تكمل. وهذا استثناء. أيوة أنا ما أسويش كذا بس علشانك يا عم علي، لأن إحنا نحب لحق أهلها. كمل. أنا أبدأ. الله يحفظك. لا تخليني في عقل بيزعلوا فوق الناس، بيقولوا بس عادتك وتقربت. يلا بسم الله يا عم علي بسم الله. لا هي كذا موازنه. طيب عم علي كملها من فين ما انتهاها المره الماضيه. ابدا ابدا بسم الله يا احسن يا رب. هدي 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 يا عم علي. أوه. هي تعتبر لو وصلت، بس احنا لو غمضنا عيننا واخذناها عملناها بالرابع. انا بداش يا بنتي. الله يحفظك. انا بداش. اذا انت اكتسبت المرحله الاولى وفزت ب 40,000 ريال. ال 40,000 ريال في المرحله الاولى راحت. الان ننتقل انا وانت للمرحله الثانيه ومعك 6 صناديق. بسم الله الرحمن الرحيم اختار صندوق. توكل على الله اللي عندك يلا. عينه. الاحمر اللي وصلت يلا. ده ولا ده؟ هذا اللي عندك. هذا؟ هذا؟ يلا على الله. عم علي اختار هذا الصندوق. احنا حق المرحلة الأولى هذه 40,000 ريال. تمام. هذه 40,000 ريال. أعطيك فوقها كمان 40,000 ريال وتكون 80 وآخذ الصندوق، إيش رأيك؟ لا 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 زيديني هو زيديني في الصندوق. كم أزيدك؟ زيديني 40. كم؟ يعني 150. 150 أعطيني 150 في الصندوق. 150؟ عمي علي يشتري مني 150 ريال وهو يبيع الصندوق. أيوه 150,000. تمام تمام. طيب معانا 40,000. أعطيك الآن 100,000 ريال وهذه 40 تصير 140,000. 150 هذه 150 يا معايا كل الحياة يا معايا. 150.
طيب قد تخسر السيارة، السيارة معي. ما عليه ما عليه، السيارة موجودة. واحد مستحقها أحسن مني. أنت عندك سيارة يارس موديل 2022 نهاية يعني نحسبها 23. خليها الواحد أحسن مني يقول. مقطف عمي علي مقطف. حاجة كتبت معادي. وأنا أعطيتك الأربعين الألف وأضيف لك الآن عليها 110. والصندوق لي باللي فيه. ليش؟ ولحق ليش؟ لحق لي باع لحق وهاللحق كلهم على راسي كلكم على راسي لحقوا انا احسن معده برنامج مقدمه برنامج طاير السعيده تسلم يعني مقدمه برنامج احسن مقدمه عربيه الله يحفظك عربيه يعني في طرافه وفي طيب الان يا عم علي نفتح الصناديق افتح اي صندوق من الصناديق هذا صندوق عمي علي هذا صندوق اللي باعه وانا اخذته باللي فيه اي صندوق من الصناديق الاول اختار واحد منهم نفتحهم اختار واحد يلا اعطيني وانا افتحه اعطيني وانا افتحه اعطيني كان في داخله 300,000 ريال هذا كان 300,000 ريال بس هذا مش حقك مش حقي لا لا أيوه. طيب صندوق ثاني اعطيني صندوق ثاني اي صندوق من الصناديق هذول وهنا في هذا الصندوق كان معانا مفتاح السيارة هنا كان معانا مفتاح السيارة يارس اللي موجودة معانا كجائزة كبرى في المسابقة صندوقك ايش كان داخل صندوقك ولا حاجة صندوقي ولا حاجة تأكد 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 كان في عروسة كيف في عروسة دخل الصندوق؟ حلوة لي يا عم علي إذا عم علي أنا أكون سعيدة جدا لأني ختمت معك هذه اللعبة ولأنك فزت معنا أنت الآن معك 40,000 ريال من المرحلة الأولى المبلغ اللي أنت اشترطته وأنت طرحته أنا لو كنت قلت لي اشتري مليون كنت والله يجيب لك مليون أنا بدك الله يحفظك هذه 110,000 وعندك 40 جائزة مقدمة من شركة فهد المربعي وعلاماتها التجارية شركة الزيوت المتحدة للزهور النباتية وأيضا لول فود ألف ألف مبروك هنا في محافظة لحج جائزتك لهذا اليوم حيو أنا أشكر جمايا وأشكر أنا سعيدة وأشكركم الله يسعدك إن شاء الله أنا أخذ سيارتنا سيرة وأروح إلى مكان آخر وأشوف حتكون من حظ مين مع مجموعة من الجوائز القادمة